أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل وجه تفضيل العرب هو مجرد انتساب للعرب بتعلم لغتهم؟ الانتساب للعرب أنه يقوم بما قام به المسلمون من العرب في الدعوة إلى الله ونشر العلم، مجرد الانتساب للعرب ما يكفي، لا بد أنه يقوم بما يجب على العرب من الدعوة إلى الله وتعلم العلم والجهاد في سبيل الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.